من مريم الى فاروق صلاح زميلنا العزيز من داخل مقر اقامه النادي الاهلي. فاروق، مساء الفل عليك، اتفضل. كل الشكر لكابتننا الكبير الكابتن احمد شوبير، برحب بيك يا كابتن احمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحدي جديد بيخوضه نجوم النادي الاهلي بعد التتويج مؤخرا بالسوبر المصري، اليوم الاهلي على موعد مع كاس الثلاث قارات في المواجهه اللي هتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي العين الاماراتي، واللي هتقام على استاد القاهره وتنطلق في تمام الساعه 8 بمشيئه الله على استاد القاهره. يا رب كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المواجهه. نقدر نقول سريعا يا كابتن شوبير، النادي الاهلي خلاص طوى صفحه كاس السوبر المصري، بدا الاستعداد لهذه المواجهه وهذه المباراه الصعبه امام فريق العين الاماراتي. منذ ان وصل الفريق الى القاهره مستر مارسيل كولر منح اللاعبين راحه لمده 24 ساعه، ثم استأنف الفريق تدريباته على مدار ثلاث ايام الماضيه. الكابتن الخطيب كان ليه رساله مهمه جدا للاعبين، قال احنا بنفرح النهارده لكن بيبقى عندنا خلاص بان نستعد من بكره، بيبقى عندنا تحدي بنبص لبكره، بكره بتاعنا ده بيكون تحدي جديد وبطوله جديده. اعتقد الملامح اللاعبين اللي احنا لامسينه النهارده يا كابتن شوبير احنا موجودين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي على وجوه اللاعبين، مش دي وجوه اللعيبه اللي كانت منذ ايام بتتوج بكاس السوبر المصري. خلاص الفريق طوى هذه الصفحه، اللعيبه مركزه تركيز كبير جدا النهارده، يعني في حضور جماهير الاهلي الغفيره اللي هتملا جنبات استاد القاهره الدولي النهارده، مصممين على اسعاد الجماهير ان شاء الله والاحتفال ان شاء الله بكاس الثلاث قارات بين احضان القاهره وبين يعني جماهير النادي الاهلي الغفيره. النادي الاهلي على مدار الثلاث ايام الماضيه تقدر تقول مستر مارسيل كولر عقد اكثر من محاضره فيديو مع اللاعبين، اخرهم كان بالامس يعني قبل انطلاق المران الاخير للنادي الاهلي اللي خاضوا على استاد القاهره الدولي. طبعا مستر مارسيل كولر كان في جلسه جمعتهم ما بين ياسين المكاري وكارلوس برينجر اللي كانوا حضروا مباراه العين الاماراتي والهلال السعودي واتفرجوا عليها من ارض الملعب اثناء تواجد الفريق في الامارات. وقف طبعا مستر مارسيل كولر على كل نقاط القوه والضعف، الايجابيات والسلبيات في فريق العين الاماراتي. يعني تقدر تقول مستر مارسيل كولر خلال هذه الجلسه خلاص يعني وضع الطريقه اللي يلعب بيها امام فريق العين الاماراتي، عقد المحاضره مع اللاعبين، نتكلم على دور كل لاعب. وزي ما قلت لك دايما وبنقول يا كابتن شوبير، اي 11 لاعب مستر مارسيل كولر بيوجه كلامه لجميع اللاعبين، اي 11 لاعب هيكونوا موجودين ان شاء الله هيكونوا قادرين على رسم البسمه وتحقيق الانتصار باذن الله. طبعا الفريق ادى واختتم تدريباته بالامس على استاد القاهره الدولي، الملعب اللي هيستضيف احداث اللقاء. ثم عقب انتهاء التدريب يعني مستر مارسيل كولر اعلن عن قائمه بتضم 23 لاعب للدخول في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. اليوم النهارده انطلق في تمام الساعه 10 صباحا بتناول وجبه الافطار، ثم يعني فتره التدريبات اللي بتكون لمده ربع ساعه او يعني هنا في مقر اقامه الفريق بتكون لمده ربع ساعه مستر مارسيل كولر. ده طبعا طبقا للنظام اللي ماشي عليه مستر مارسيل كولر. كان في طبعا وجبه اسناك خفيفه في تمام الساعه الواحده، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه الرابعه. طبعا يعني اثناء وجبه الغداء او بعد وجبه الغداء كانت هناك الجلسات الفرديه الاحاديث الجانبيه. مستر مارسيل كولر كان يعني بيتكلم مع افراد الجهاز الفني والكابتن سامي قمصان. ايضا من النقاط المهمه جدا يعني تواجد بعض اللاعبين المصابين اللي كانوا موجودين النهارده، كان كريم فؤاد موجود لدعم ومسانده اللاعبين. اعتقد دي رساله مهمه جدا عملها محمد هاني في المباراه الماضيه اثناء مواجهه الزمالك، النهارده كريم فؤاد موجود مجموعه من اللعيبه، ودي الروح اللي بنقول عليها ولمسنا دايما من لاعبي النادي الاهلي. ثم طبعا كانت المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر، طبعا من خلال المحاضره الفنيه بيعلن من خلالها طبعا يا كابتن شوبير التشكيل اللي هيخوض بيه احداث المباراه، بياكد على بعض الامور طبعا اللي زي ما بنقول عليها الكرات الثابته والامور الفنيه والتفاصيل الفنيه اللي بيطلبها من اللاعبين. اللي انت شايفه او اللي احنا شايفينه من خلال وجوه اللاعبين، واعتقد حضرتك لامس هذا الامر من الصور او الفيديوهات اللي جايه لحضرتك من مقر اقامه الفريق، زي ما قلنا التركيز اللي عند اللاعبين ان شاء الله يا رب تكمل على خير النهارده، فريق يحقق كاس السوبر او يعني زي ما حقق كاس السوبر يحقق كاس الثلاث قارات. من المنتظر طبعا النهارده ان يكون الاهلي ظهوره بالزي الاحمر والرداء الاحمر والمميز للنادي الاهلي، نادي العين الاماراتي يكون ظهوره بالزي الاسود. زي اقول لك ان دي كانت من الامور اللي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني. ايضا من النقاط اللي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني ان هيتم اختيار لاعب من كل فريق لطبعا لاجراء تحليل او كشف المنشطات عقب انتهاء المباراه. طبعا كنا متعودين بيكون اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه، لكن
تم الاتفاق في الاجتماع الفني قبل مسؤولي الفيفا على اختيار لاعب من كل فريق لاجراء كشف المنشطات. فهذه الاثناء مستر مارسيل كولر خلاص قال تعليماته، قال كل الامور الفنيه، تبقى فقط توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع فريق النادي الاهلي. ان شاء الله يا كابتن شوبير نكمل شغلنا المتعودين عليه ونكمل المسيره ان شاء الله، وتكون الفرحه مستمره من جانب جماهير النادي الاهلي، من جانب اللعيبه اللي ان شاء الله يكونوا على القدر المسؤوليه في هذه المواجهه. وباذن الله يا رب يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يفوز النهارده. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن احمد شوبير. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، ومن قبله الزميله العزيزه يعني مريم سميح، وان شاء الله يكون يوم جميل يا رب. ان شاء الله كل الناس بتدعي وتقول يا رب.